الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: أسماء الله عز وجل لا تحصر في عدد. أسماء الله لا تحصر في عدد، ودليل عدم حصرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في دعاء الكرب، قال: أسألك بكل اسم هو لك، ثم انفصل، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء توسل النبي بها، وهي مما استأثر الله بها، لم يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأظنها والله أعلم أنها من جملة المحامد التي ستفتح على رسولنا إذا سجد عند العرش ليشفع في أهل الموقف. قال: فيفتح الله من محامده وحسن الثناء عليه، أي بأسمائه وصفاته، شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، مع أن الناس يتوسلون بأسماء الله وصفاته الآن، فكيف يحمد الله بمحامد ليست عليها محامد الأولين؟ فكأنها بهذه الأسماء، والله أعلم. الشاهد أن هذا دليل على أن أسماء الله غير محصورة. فإن قلت: وكيف تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ فأقول: اللفظ لابد أن يحمل على التركيب العربي. لو أنني قلت لك: إن عندي 100 بيت شعري، من حفظها اشتريت له سيارة، لا سمح الله، طبعا ترى مثال لا أحد يصدق، إن عندي 100 بيت شعري، من حفظها اشتريت له سيارة، أنت كعربي تفهم من هذا التركيب أنني لم أقل في الدنيا إلا 100 بيت، وإنما عندي ثواب وهو شراء السيارة، فجعلت هذا الثواب محصورا في 100 بيت من أبياتي. الله عنده ثواب وهي الجنة، فجعل الجنة محصورة في من يحفظ هذا المقدار. فإذا هذا حصر الثواب في العدد، وليس حصر العدد في الثواب، هذا حصر الثواب في العدد، يعني من أراد هذا الثواب فليحفظ هذا العدد، وليس حصر العدد في الثواب. كقولي مثلا: إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، هل هذا تركيب يفهم العربي منه أن ما عندي في الدنيا إلا هالمبلغ؟ يمكن عندي مليارات المليارات، أسأل الله من فضله في البنك، اللهم اجعلها حقا يا رب العالمين، ولكن عندي نية أني أتصدق، فأخرجت من مقدار مالي 100. فإذا قوله: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ هذا المقدار من أسماء الله، حفظ ألفاظ وحفظ إيمان ودلالة وحفظ عمل وتعبد، هذا هو الإحصاء. إحصاؤها بمعنى تحفظ ألفاظها، تصير مثل المتن ترددها، وتحفظ ما دلت عليه وهو الإيمان بصفاتها، ثم تقوم بعبادة الله بمقتضاها. فإذا حفظ ألفاظ وحفظ إيمان ودلالة وحفظ تعبد، فهذا هو الإحصاء. فإذا هذا لا يتعارض مع قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك.